يجيك رامي يا غافل. الو تسمع فيا؟ اهلا بيك اماني معايا. اي والله انا في الحقيقه اتصلت بيك معناها خاطر عطاوني رقمك، فهمت كيفاش؟ واختي معناها قالوا لي معناها انت اللي باش ترحب بيا. مرحبا، انا معاكم خاطر جديد في الجروب ونحبكم ترحبوا بيا. مرحبا بيك، اما جروب ما نعرفش معناها، ما هم قايدوني في برشا جروبات، وانا قالوا لي شوف انا والجروب اللي باش يرحب بيك، فهمت؟ قلت لهم والله الجروب هذاك يا اخي عطاوني الرقم هذاك نتاع المسؤول على الجروب هذاك، مدام اماني هكا ولا يكفي باش ترحبوا بيا. معناها نرحب بيك كمان، راني ما عندي حتى سيلة بالجروب ومع هذا كل مرحبا بيك. يعيشك بارك الله فيك ويكثر منك الناس مدام اماني. اي انا مانيش فاهم كيفاش يرحبوا بيا تو. كيما تحب، مرحبا بيك. اي كيفاش معناها؟ فسر لي معناها، خاطر انا حطيت صوري في الجروبات الكل، فهمت؟ وعملوا لي جامات هما الحق معناها، فهمت؟ أي. ولكن معناها انا التو عرفت كيفاش يرحبوا بيا، انا كتبت لهم معناها معاكم من الهاشمي الحامدي من لندن، هيا كيفاش ترحبوا بيا؟ ما جاوبونيش، فما واحد خلى لي رقمك في كومنتير، فهمت؟ وقال لي معناها يعني نتصل بيك ومدام اماني باش ترحب بيك فورا وعلى الاطلاق، فهمت؟ وعلى الحال وعلى سامحني العربيه تاعي تعبه شويه، راهو ماك تعرف بريطانيا يعني نتكلم قليلا الانجليزيه وقليلا العربيه. ما تحكيش معايا باي لغه اخرى مش يس بات سام تايمز نو، فهمت؟ ولكن يعني فسر لي توا كيف معناها، كيف هاو ماتش، فهمت؟ وير از ذا تايم ان ذا هود يعني، وشاين برايت لايك ا دايموند، فهمت؟ وقل لي معناها كيفاش يعني، كما قالت الفنانة العظيمه ازاي 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 باش ترحب بيا، ما عرفش ازاي. قولي استاتيلي عملتها توا، نكتب لك مرحبا بيك تحت. انا كتبت معاكم الهاشمي الحامدي، فهمت؟ من بريطانيا. الجروب توا تفكرت اسمه جروب كرني العلاج الطبيعي، فهمت؟ توا تفكرت الاسم يعني جروب كرني العلاج، فهمت؟ الطبيعي هذا هو الجروب اللي حبيته يعني، فهمت؟ ولكن التولة رحب بيه حد معناها يعملوا في الجامات هكاك يعني، واي 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 يا وخياني زي ما تقولوا في تونس. احنا في بريطانيا ما نقولوش واي، نقولوا هاو ماتش ان ذا تايم وين، يعني سبجنكتيف ان ذا فيوتشر ان ذا فيرب، فهمت؟ يعني لو تصرف فها، فهمت؟ تعمل كونجيجيشن ان ذا نود يعني تجي بالضبط، فهمت كيفاه؟ ولكن انا التول عرفت ازاي معناها هاو ماتش باش ترحبوا بي. انت كيفاش نرحبوا بيك تا انا نرحب بيك؟ والله مش مستانس، انت قول لي كيفاش وانا تو نقول لك معناها الطريقه هذه المثلى او لا. شوف انت هاي ما قلت لك انا مرحبا بيك، فمش اقل اكثر من الترحيب هذا يعني. والله انت قلت لي مرحبا بيك في اي وقت زيدا مرحبا بيك، معناها النجم نطلبك ساعتين اخرين تقولي مرحبا بيك زادة، فسر لي اختي. خليك مره في النهار هكا هاو باش خاطر الترحيب برشا خاف عليك اوفر. قول انت يعني زي ما قال زوروني في السنه مره هكاك. يا بختي من زروخه والله هكاك، معناها قاعد نخفف هكا تاعنا في الرياضه تو، فهمت كيفاش؟ ومعناها والحمد لله معناها يعني نقدت يعني 5 باوندز يعني ان 1 ويك، فهمت؟ ويك يعني زي ما تقولوا انتم في تونس جمعه اسبوع، نحن الجمعه ذيك فرايداي غديك، فهمت كيفاش؟ ولكن انا تو معناها مازالوا مرحبوش بيا، نحبهم يرحبوا بيا جديد في الجروب بيك. انا جديد معاكم في الجروب ورحبوا بيا. انت تحب تهبط، قل لي انت قلت تحب تهبط. انا هبطت انا وستاتيو يا بنتي، انا هبطت انا وستاتيو على الجروب. انت هبطت انا وستاتيو على الجروب، انا في التصويره معناها وستاتيو تحت معناها التصويره، فهمت؟ ولا فوق التصويره هبطنا الزوز على الجروب، فهمت كيفاش؟ باهي المره الجايه عاود هبط ستاتيو واحده اخرى تو انا نرحب بيك. ماركيني في ستاتيو تو نرحب بيك. ما فهمتكش، ماركيني يعني؟ يعني تاجيني. تاجيني معناها تاجيني بالسبناخ ولا تاجيني بالتون؟ ما نفهمش فيهم يا اختي الفازات على الفيسبوك هذوما، فسر لي. يعني اكتب ستاتيو واكتب عليها اماني. ثانك يو ثانك يو سو ماتش. وفي الاخر نحب نقول لك حاجه مهمه ياسر. يجيك رامي يا غافل. ليه انا مانيش متقلقه، ما الدنيا سخانه سخانه برشا وانا قاعده نمسح في الدائر والدار ما حبش تتمسح.